قلق في البلد، توتر في البلد. وقلنا لكم قبل كده لو تفكروا قبل الحلقة قبل الأخيرة ما قبل رمضان، قلت لكم في تخطيط لربيع العبري الثاني. ورئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم اللي بيضايق كلمة دي ناس كتير قوي، قالها مباشر ان مش هيقرر سيناريو يناير مرة تانية. يعني السيناريو بتاع يناير مش هيقرر مرة تانية، ولا الدولة تسمح بالكلام ده كله. ان لا قدر الله اي حاجة اصبح مفيش وطن. هنتكلم على الغلاء وهنتكلم على الاسعار غليت ازاي وايه اللي حصل وليه الاسباب اللي ادت الى ارتفاع الاسعار. وهنتكلم على منتخب مصر، وهنتكلم على الفنانين اللي راحوا هناك. وناس كتيرة قوي طلعوا صور من فابريكا ان هم صوروا مع اللعيبة وقالوا الفنانين هم السبب. ودي اسمها كرة قدم، يعني دي اسمها كرة قدم، يعني غلب ومغلوب. شفنا الارجنتين اتغلب 3-0 وفريق كبير وبيخش كاس العالم كل مرة. احنا اتغلبنا، حاولنا مرحلة كويسة، ان شاء الله كاس العالم اللي جاي ندخل ونبقى بمستوى افضل وافضل. اما الهجوم المباشر والاحتكاك والاكتئاب اللي نازل على السوشيال ميديا اصبح مبالغ فيه. بحثنا على الامور وبدأنا ندور، لقينا لجان الكترونية من تركيا وقطر هي اللي اشتغلت شغلنا دي. تمويل القطري، والناس طبعا عارف الكلام ده، وطبعا الشغل الاسرائيلي الصهيوني وتركيا. عاملين اللجان ازاي يحبطوا الشعب المصري ويوصلوا مرحلة ان هو بقى عنده اكتئاب ومش عايز يتحرك ومش عايز يشتغل وعايز كل حاجة وقعد مكانه. والاكتئاب ده يا جماعة بيدمر شعوب. يعني مرحلة الاكتئاب دي بتوصل دي بتدمر شعوب. احنا في مرحلة وقلنا دلوقتي لو 30/6 بلاش ننساها، كنا متقسمين 4 قطاع لا قدر الله، وربنا كرمنا 30/6. طب اسعار بتغلى ليه؟ انا اقول لكم، كان زمان عندنا السلطة الامريكية او كلام من القيادة الامريكية لمصر، كانت الكلمة الاتقان لازم تتنفذ بشكل مباشر، بقى نتكلم بوضوح ما قبل قبل كده ما قبل 2013. اي كلمة تتقال امريكا تقولها اوكي. ليه؟ الاقتصاد الامريكي كان ماسك كل او الاغلبية العظمى من المنطقة العربية، فاصبح هنا الاقتصاد هو اللي كلمته، فكلام السياسي بيتم من خلال الاموال. جه رئيس عبد الفتاح السيسي قالك لا، احنا مش فيش دولة في العالم تدينا رأيها او تحكمنا او اسمه احتلال من خلال الاقتصاد. منع الموضوع ده، وبدأنا نبدأ من أول وجديد ونبدأ نعمل إنشاءات ونبدأ نعمل مشاريع وطرق. حصل ارتفاع في الأسعار. هل أنت